ديري لاباس عليكم؟ اليوم الحد الويكاند دونك جينا قولي لي دوي جينا ناخذ شي حاجه تلبى الزهره داك الشيء لا يرتاح لها غادي لك زوين هو سمعتي ولكن كاين شي جديد صراحه نفس الحاجه تبقى تعاود كساوي بحال كلشي بحال واهم حاجه غالي كعجبها هذا واعر حمقني انا ما عجبنيش ما لقيتش السايز ديالي وما راه حمقني واعر انا ما عجبنيش بزاف وي درت التشفيه هذا واعر وي وما عرفتش ما عجبنيش بزاف جاني بحال اللي كيركبوا العام ما تفهميش في الموضه لا تفهمي عجبتها الكاسكيطه شي هادي ولا كنت كتبه ماشي بحال هذا الشيء كتكون اون بلوس دو سان زيره هاد لا كولور ما قالت لك تشوفوا هادي انا ما عجبونيش بزاف جاوني ما جاوش مع راسها هي رقيق وهذا ديالها رقيق وما جاتش مزيان اصلا ماشي هادي اللي كتبها داك خصني شي مكحله باش نصيد شي غداها صراحه هو زوين قالت لك عجبات هاد الكاسكيطه قالت لي زوين زوينه انا ما عجبتنيش بزاف كاينه حتى الكحل شوفي انا بغيت الكحل انا بغيت شي حاجه صيفيه الله يستر عرفتي شنو وقع لي دابا تحرقنا طلعنا كيمشي العافيه ديال نمشي العافيه ديال الزنقه مري عرفتي لقينا شي اثمنه هذا مزيان مزيان ورا شمس صحابك راسي ولكن صراحه اغلبيه حنا كنتقداو كنمشيو للبيرشكا ولكن زارا وهذا زارا بعدا معروف هذا زارا غتشنشير ديال الصح عرفتي انا شفتي اثمنه قلت الاثمنه هذا بزاف ولكن شي حاجه لا علاقه لا علاقه باش نكونوا واضحين وكتجي شي حاجه زوينه تقولي تستاهل دابا مشكل انا وياك خصنا ناخذ بحال فهمتي الا لقينا كنلقاو حاجه وحده دابا بحال هذيك الشبه هذه هي صيفيه عجبتني المهم راه كتسد من هنا ومن هنا لقينا وحده فهمتي لقينا وحده من لقينا دايره 200 ولكن لقينا غير وحده بغيت ناخذ لها هي هذاك الشيء ماتشي بدي حمقاتنا ولكن لقيت راسي انا في هي لقات راسها وانا ما لقيتش انا عجبتني انا بزاف دابا انا اللي خديت هذه غادي ماشي غادي يبقى فيها الحال ولكن بغينا شي حاجه بحال التصاور وداك الشيء علاش جينا نتغداو كولينا اجيبالي مونا غادي جينا نتغداو هنا وشد معنا واحد خاينا ستون قال لنا هو كيعيش في ميريكان ولكن هو عايش في ميريكان ديال المغرب ماشي ميريكان ديال ميريكان بغى يتصور معنا حيت عجبناه حيت حنا بجوج توام راه جينا هادشي غير نتغدا وشد معانا الحتيت راه كاين حتى دابا مرا عاد تسطح ما تجوج مع شنو ولا دابا الله شتي سمعكم الحتيت دابا تسطح في الطوبيس يلا اجي قولي لي شي حاجه دابا هو مسكين مهووس بداك الشيء ديال ميريكا مسكين دابا هو بغا يمشي لميريكان داكشي علاش كيقول لهم ميريكان ديال المغرب قال لي دخل دير انستغرام وغادي تشوفي انني هذا مشيت لميريكان وانت اجي تبان بغيتي تسير اش غتقول لهم سوبر ودي بلونغلي ياك انت جاي من ميريكان لا ما بغيتش نقطع اش بقيتي غير داير لا ما بغيتش نقطع في المونتاج ما كيو
السلام اشنو هذا كان في ميريكان انا بلاصه في ميريكان واحد العربيه ديال تكساس جيت للمغرب دابا كنخدمش في ان شيف دو بيتزا هنا تلاقيت مع هاد الزوج بحال بحال منو الزوج قول لي قول لي كل مره كتخدم في ميريكان ما كتعرفش شي وحده اي وان اي وان اي واز وركينج هير ذير 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 ان يو اس اي ذير ان يو اس اي أنا فيها شو الحروب ديالي كي حروب ربعين فيها قال لي انتو ما بين فيكم ميريكانية ماذا ناكلو؟ داخل على تسي هذا كنت بيدا تم ناسونا فيه مشيت تبحر ولا كتخوني تلاقيني معاه ما كنسكت هاو جينا تغدب جينا تغدب جينا تغدب جينا من بعد نمشي ناخذ شي حاجه من بعد الشطا ديونا البلاد الله يرحم لينا والله دابا غنمشي للبلاد عشنو كيعجبنا هذا الحمد ديالو مشي لا دوك هذوك الديور اللي ورا محمد يكون ديال التراب وسط شي لا بيسي لا بيسي البلاد اصلا حلو ما بقاش هذه ما بقات جلست هنا وقال لي الشاف ديال هذا قال لي انت انا بغيت في امريكا هذا ماشي في امريكا انا مازال في المغرب زعما كي الشاف اللي كيطيب هذا كيطيب شاف كويزيني اي مين قال لي اسم بلاصه في امريكا قلت لي لا احنا ماشي في امريكا احنا في المغرب قال لي صحاب لي جايه من امريكا سالينا تغدينا جيت نقيس هاد الكسيوات لقينا منهم جوج هاد الشورطات شوفوا داكشي كيفاش غادي يكون ها الله يجيو قدنا هادي قيسات ما عجبنيش جيت بحال شي دري بحال شي بنت يا ربي ماشي هاي شي غوب حسن انا ما كنت غنقيسو ولكن ملي قيسات هي صافي شفتو ما قريت الفصاله ديالي وداكشي لقيت داكشي ما هوش دابا نشوف خصني نشوف الكسوه قيست لكم الكسوه كنا ما درتي وصافي خليه حتى هي انا سيري نصورك بحال هكا دوزي هكا نوريهم لاقوم شفتو كيفاش دايره عجبتني وكيجي في المرايه غادي نشوفها اكثر لايكات حنا جينا دابا ناخذ هذا الصراحه ديما كناخذ هذا الاغبالي سونس وما لقيتش وهذا لقيناه غادي ناخذ الصراحه ناخذ منه جوج كيعجبني كيعجبني الديميلا ديالو الا صاوبتو شعرهم كيجي زوين الصراحه غادي ناخذ شي مشطات ولكن ما لقيتهمش كانوا دايرين فيهم الصولد ودابا جيت باش زعما كيفاش ناخذهم شحال من حاجه كنت جيت صراحه بغيت ناخذها اصلا من المغازات كانوا فيهم الصولد شفتهم باش نجي ناخذهم وما لقيتش فيهم الصولد لقيتهم طارو داكشي طار بحال عمر شي حاجه كانت وتعصبت صراحه حيت داكشي كامل اللي بغيتو ما لقيتوهوش حتى جينا على قبل الكسيوات ديال الصيف ولكن ما داكشي نفس لا كوليكسيون كتبقى تعاود داكشي اللي كان زوين وشتو انا كنت بغيت طالب حتى داكشي اللي كنت بغيت ناخذو انا لقيتو غالي عرفتي راه ما يمكنش واحد الصديق عيط عليا قال لي راه كاين صولد هنا في المول ولا جينا قال لي خداو قال لي كلشي صراحه غادي ناخذ زيت ارغان حتى شعري قلت لكم عليه حاجه زيت ياك زيت الخروع زيت الخروع زيت الخروع غادي ناخذ كاين زيت الحشيش اش من زيت الحشيش حنايا لا زيت الخروع كيقولوا عليه زوين داكشي علاش جيت بغيت ناخذ احسن هذا كنا شفتو عند واحد كتشفتو في التيك توك وعند واحد يوتيوبرز امريكاني ولكن غالي صراحه غالي اكسبنسيف
بزاف. لقيت فيه بروموسيون شحال داير حالي 56 بجوج و نورمالمون واحد كيكون داير ب 40 درهم ولكن هذا هذا كيعجبني ولكن هذه المره بغينا نبدل شويه خاله هذا زوين شوفي شوفي هذا زوين هذا واعر دابا خدي واحد فيهم راه هذا داير 34 درهم كاين ديال ستروبيري المهم ما عرفتش شنو غادي ناخذ فيه بالضبط غادي ناخذ هذا صافي راه الزيت اختي زيت مليار واحد راه زينه هذا ديال تشيري هذا ديال حب الملوك ويلي انا ما كي دايره كي شي جنيه عرفتي الناس كيدوزو كيبقاو يشوفوا فينا كان ما كنمرك انا والله الا مركت مركت بزاف هو اللي كنا خدينا هذا ولكن لقينا هذا بجوجهم ب 43 لقينا فيهم الصون دونك بحال هادو دونك بحال هادو داكشي علاش لقطو كبير ولا صغير هادشي سخون ما بيرديش ما بيرديش هذا اسمه مخلي نشوفو الاكواريوم ديال قالت لي نتسناو تدخلوا مع الدروب الجاي ما كيتحركوش هذا هذا الشيء اللي غتشوفو كاين برا في شي بلاد خليش هذا الشيء اللي غتشوفو شي حاجة سبيشال شوف القراش شي سبيشال نحس بالتحليل اكتيفيتي في الدخول معاهم.